معلم سيد واخد على خاطره منك يا حسن علشان انت ضربت ابنه. ابنه بيترزل على بنت يا معلم، مد ايده عليها وفضل قاطرها لحد البيت. وبنتي دي زي بنتك، لو انت يرضيك يبقى له حق. هو ملوش اب تيجي تشتكي له يا حسن؟ ولا انت مستكبر على الشكوى وبتاخد حقك بدراعك؟ يا معلم انا ما مديتش ايدي عليه الا لما لقيته واقف عند البيت. وانا اللي يمد ايده على ابني قطعها له يا حسن. وانا اللي يمد ايدي على بنتي. يا حسن ايه عيب؟ هتعلي صوتك قصاد المعلمين ولا ايه؟ حقك على يا معلم. انا اللي يرضيني يا معلم صابر انه يبوس على راس ابني قدام زملاته. انا مش هبوس على راس عيل صغير. مش للدرجه دي يا معلم سيد. ما كانش علشان خاطره. يبقى علشان خاطر ابوه صاحب عمرك. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمك يا احمد عبالي. حلفتني بالغالي. الله يا حسن. بوس على راس المعلم سيد. استسمحهم، احنا مش عايزين مشاكل. حاضر يا معلم. حقك عليا يا معلم سيد. خلاص يا حسن. خلاص. أنا سامحتك. بس ابني ما سامحش. ده يوم أسود على دماغك يا حسن يا كبير. الله الله الله. يا غالي عايزك فيه إيه؟ غتك قاعد معايا. بتعمل إيه يا ليل ده؟ الله 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 الله. يا ابني تعال. الله 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 الله. وانا من امتى خدت منك ولا حد من الاعيان اتاوى زياده؟ الحكايه وما فيها ان في عجز في الميزانيه، فانا لو منك السبت اقدمه.